تسميه الايه بقى، ابن الروح القدس الان واحد امين. انا عارف ان احنا عندنا ابونا بولا جاي من كليوباترا، فاحنا هناخد حاجه خفيفه يعني، مش كلمه كبيره ولا حاجه، بس هي الكلمه اسمها سكر وملح. تعالوا نشوف ايه حكايه سكر وملح دي. خلينا متفقين ان الملح بيظبط الاكل والسكر بيحليه، دي متفقين عليها؟ طيب اوكي، تعال نفكر. هناخد الملح لوحده، السكر هندي عليه هند، وهناخدهم لو مع بعض كده. تعال نفكر، لو الملح زاد في الاكل ايه اللي بيحصل؟ محدش هياكله، هنسيب الاكل، هنهرب منه، هنرفضه. طب تعالوا نطبق الحكايه دي علينا، لو احنا الملح بتاعنا يعني احنا زدنا في الحته دي هيحصل ايه؟ ممكن نقلب. ماشي، اللي بعديها. تعالوا يعني نردها علينا، موضوع ان لو الحاجه، لو الملح ده زاد، تعالوا نرد علينا. لو قلنا ان الملح بيظبط، فلو انا زودت الملح ده في حياتي، في تعاملاتي مع الناس، بمعنى ايه؟ لو انا جيت اعاتب واحد عشان يصلح حاجه معينه كده انا بحاول اظبطه، بس لو انا زودتها بالتجريح، بعتاب بطريقة مش كويسة، هيحصل ايه؟ ان الناس هتهرب مني. فاهمين الفكرة؟ فكرة ان الملح لو زاد في الاكل ما حدش هياكله، كله هيهرب مني. انا لو زودت في طريقة عتابي مثلا مع الناس، جرحت الناس باسلوبي، بطريقتي، عاتبت حد قدام الناس، زعقتله، هعمل ايه؟ ههرب الناس مني. طب ايه كمان؟ حاجة ما بناخدش بالنا منها كتير، لو اتكلمت عن نفسك طول الوقت برضو الناس هتهرب منك. يعني الواحد اللي بيقعد يحكي بطولات ويقعد يحكي كتير قوي عن نفسه وعن حياته ومغامراته، بنلاقي ان الناس ايه؟ بتهرب منه. يعني لما اتكلم بزيادة زي الملح اللي بزيادة، لما عاتب واجرح بزيادة الناس هتهرب مني. طب ايه كمان؟ احنا كده خدنا الملح لو ايه؟ لو زيادة. طب لو قليل مش هيبقى ليه تأثير. يعني برضو تعالوا نحسبها كده، لو الاكل ما فيهوش ملح خالص بقى انا زودت حاجه صغيره برضو مش هحس بايه؟ بتأثيرها قوي. طب تعالوا نرجع الحاجه دي علينا كده. يعني لو انا ما عنديش مصداقيه مع الناس مش هعرف اثر فيهم. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ الملح لو قليل مش هيأثر. انا لو انا عملت حاجات معينه مش هعرف اثر في الناس. زي ايه؟ زي لو انا ما عنديش مصداقيه في التعامل. يعني مثلا لو انا جيت قلت يا جماعه لازم نلتزم بميعاد الاجتماع الساعه 7 نبقى هنا، ولقوني مثلا انا مسؤول او ليدر من المسؤولين عن النظام، انا اصلا جاي 7:30 8، هل الناس هتثق في كلامي؟ مش هيبقى عندي مصداقيه، فكده مش هبقى مؤثر في الناس. لو الملح بتاعنا قليل يعني هنتخلى عن المبادئ بتاعنا، الناس هتدوس علينا. زي اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوس الناس. فخلي بالنا لو احنا تخلينا عن مبادئنا، حاطين مبادئ معينه ابتدى نغيرها نتيجه ظروف معينه، الناس مش هتتاثر بكلامنا. احنا هنا بنتكلم عن التاثير. حاجه ثالثه، الملح لو ما دابش كويس مش هيبقى ليه قيمه. احنا لو ما دبناش كويس وسط الناس وكان ليها تأثير، والمبادئ اللي احنا بنحكي عليها والمصداقية، مش هيبقى لينا مسج وسط الناس اللي حوالينا. عشان كده من اكتر الناس اللي كانت مؤثرة على مستوى التاريخ الكنسي كان البابا اثناسيوس، كان مؤثر في الناس. اول لما اريوس طلع ببدعة معينة، فابتدى القديس البابا اثناسيوس يأثر في الناس ويظبط الدنيا زي الملح كده. عشان كده قديس جيروم يقول على البابا اثناسيوس اللي هو يعتبر ملح كده ظبط لنا البدعه بتاعه اريوس، يقول عليه كده حاجه قويه قوي. يقول القديس جيروم على البابا اثناسيوس: لولا اثناسيوس لصار العالم كله اريوسيا. احنا هنا تاني بنراجع، احنا بنتكلم ايه؟ لو الملح قل في الاكل مش هيبقى ليه تاثير. لو انا ما عنديش مصداقيه في التعامل، بقول حاجه وما بعملهاش، هبقى عامل زي الملح القليل. لو انا اتخليت عن مبادئي زي الايه ما بتقول هيفسد الملح والناس هتدوس عليا، هطلع بره خالص الصوره او التعاملات مع الناس.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن فكرة الملح، قلنا فيها ايه؟ الملح بيظبط الاكل. لو الملح زاد يبقى احنا هنا بنتكلم ايه؟ ان الناس مش هتاكل الاكلة، يبقى ساعتها هتهرب وترفضها. لو انا زودت عتابي وتجريحي للناس، الناس هتهرب مني. لو اتكلمت كتير عن نفسي وما سمعتش الناس كويس، هبقى عامل زي الملح الزيادة، برضو الناس هترفضني. اوكي، خلينا نطلع بتدريب كده. قلنا لو الملح قل في الاكل مش هيبقى مؤثر. خلينا نطلع بتدريب في فكرة الملح دي، ان انت تعاتب بمحبة بإيجابية. عشان تكون مؤثر لازم انت الاول اللي تقول الحاجة لازم تعملها. افتكر الموضوع ده كويس قوي. لو انا بقيت ليدر في اي حاجة، لازم عشان اؤثر في الناس اكون انا بعمل الحاجة دي. الاجتماع الساعة 7، اكون انا باجي 7:15، فالناس هتشوف كده. اوكي، مين في حكاية البيضة والملح؟ مين شاطر يقول لنا الموضوع بيتكلم عن ايه ويكسب معانا 5 جنيه؟ مين؟ دكتور كرم ان شاء الله هو اللي هيديها لنا. هو لسه جاي اهو بقى. يعني ظبطوها مع بعض، ومعاكم هو مستر عماد كمان، ظبطوها. حكايه معروفه قوي، كل البنات المفروض عارفينها، حكايه البيض والملح دي حقيقه بجد. طب قولين، الملح بيتحط للبيض عشان اولا البيض تبقى القشره تتفصل بسهوله عن البيضه بعد ما تتسلق. تمام، ادي الاجابه. طب بنشكرك، بس بندور على اجابه ثانيه يعني. ها كاتي، كنت هتقولي حاجه ولا حاجه؟ ها، مين يكسب معانا 5 جنيه؟ البيضه لا مش البيضه والحجر، انا اسف، البيضه والايه؟ والملح، البيضة والملح. اه لا، مش حاجة في السوا يعني. ها، في حد قال لي؟ ها اتفضل. لا مش سامع. هي دي لعبة بس. دي لعبة كده بس، برضو مش دي اللي احنا عايزينها يعني، عشان نطلع بيها بتدريب او هدف يعني. طب اقول خلاص ونوفر الاول 5 جنيه؟ مصلحة؟ مصلحة. طب هي الفكرة، مفيش ولا واحد فينا قبل كده كسر بيضة وقعت على الارض؟ بيضة لما تقع في الارض هتسيح الدنيا يعني. فاحنا بنجري نعمل ايه؟ شوية، نحط شوية ملح كده حلوين، عشان لما نيجي ننام الدنيا تتلم معانا، ما تعكش قوي يعني. تاني هقول، البيضه لو اتكسرت مننا وهي نيه يعني هتبهدل الدنيا، فاحنا بنجري بسرعه ونحط شويه ملح عشان الدنيا تتلم. مين جدع بقى يقول لنا احنا حكينا حكايه البيضه والملح عشان نطلع بايه؟ مين يقول لنا ويكسب بجد 10 جنيه مش 5؟ هامش، ماشي ماشي. لا يعني هي يعني قربت، بس مش هي الاجابه بالظبط الامانه يعني. طب مين يقول لها تاني الفكرة؟ اتفضل. ماشي اوكي. طب هقول انا بسرعة، هي ببساطة كده، ان ساعات كتير قوي ممكن الدنيا تتحروس مننا، مشاكل ومتاعب والدنيا تلخبط، بس مين اللي بيلم لنا الدنيا على طول؟ ربنا، يبعت لنا سنة حلو يعني. فكل ما نفتكر قصة ان الدنيا هتتحروس مننا، نلاقي ربنا على طول اتدخل، مد ايده، حط نعمته. ماشي، ممكن اي حاجة يعني نمشيها، بس عشان موضوع الملح. طيب احنا كده خلصنا موضوع الملح. ماشي، السكر احنا خلصنا ايه كده موضوع الملح، ما طولناش فيه. تعال نخش على موضوع السكر. السكر احنا كنا قلنا في الاول ان هو بيعمل ايه؟ بيحلي. فاحنا عندنا كده عنوان بسيط كده، خليك سكر يعني ايه؟ تعالوا نشوف. يعني كل يوم لازم ناخد تدريب حلو كده ان احنا نحلي يوم شخص. ناس كتير قوي محتاجه تشجيع، محتاجه مسج، بس محتاجه مكالمه، ممكن يكون عيد ميلاده، او محتاج ان هو فيه تعب شويه او قلق او توتر. فعشان تبقى زي سكر كده يعني تحلي يوم شخص، بتفرق قوي مع الناس. ممكن بقى حلوه ساعات كتير قوي بجد، مثلا بنكون محتاجين تعزيه شويه، بنلاقي ربنا مثلا اجتماع معين بعت لنا ايه، حس ان هي جت فعلا في وقتها يعني. فاول فكره ان انت دور دايما كل يوم ان في حد ايه
تحللي يومه كده، يعني تبعت له مسج، تكلمه عيد ميلاده، تعمل له مفاجأة. دي أول حاجة. تاني فكرة برضو هي ماشية في الإطار، فكرة إن أنا أشجع كل يوم شخص مثلا محتاج مساعدة معينة، محتاج مكالمة معينة، محتاج إن أنا مجرد أسمعه. بتفرق قوي. يحكوا كده، أو حكى لي الحكاية دي، كنت قاعد معاه دكتور بتاع طب نفسي اسمه أحمد عكاش. الحكاية دي حكاها برضو الأمانة بالتقريب كده أبونا بولو جورجي، لأن الدكتور النفسي ده شوية بيبقى عامل زي إيه؟ يعني او الاب الاعتراف بيبقى قريبين من بعض، يعني اتنين بيسمعوا. فالمهم كان في ست كده كان ابنها بيشرب سجاير بطريقه فظيعه، طريقه رهيبه يعني. فهي راحت، خلينا نقربها احسن، راحت لابونا بولو جورج. وبعدين ايه، هو عارف الهيستوري يعني، عارف التاريخ، وكان عنده اعترافات كتير قوي. فبعدين هي جت تحكي، قلت له يا ابونا ده ابني بي. قال لها انا عارف ان هو بيشرب سجاير، هقول لك انا تعملي معاه ايه. فساعتها الست قالت له ايه، ابونا ابني يعني بنعمه ربنا بقى له شهرين مبطل، بس انا جاي عشان عايزك تسمعني، تشوف انا تعبت معاه قد ايه، وصليت له ووديته عند كذا مكان يعني عشان يخف. هي ما كانتش عايزه من ابونا اكتر من ايه، من حد يسمعها، حد يشجعها. فاهمين الفكره؟ ففكره السكر دي يعني انت بتحلي حاجه، بالذات الناس التعبانه، الناس اللي في ازمه، في ضيقه، في مشكله، بسندها، بشجعها بايه، بكلمه، بابتسامه. الابتسامه دي لوحدها موضوع كده، فن الابتسامه يعني. بس خلاصته ان انت لما بتضحك في وش شخص ممكن يكون تعبان شويه، بس بتضحك من قلبك، بتلاقي شخص ضحك يعني طبيعي يعني. فخلينا زي السكر، هي فكره التشجيع، ان انت تساعد الناس، ترفع من روحهم شويه. السيد المسيح طبعا كان اعظم مثل في الحكايه دي. اوكي، اخر حاجه، ميكس السكر مع الملح بيبان في ايه وهيفيدنا بايه. احنا حكينا الاول على السكر، عن الملح الزياده والاقل، وحكينا عن السكر. في حاجه كده فيها ميكس بين الملح والسكر، اللي هيقولها هيكسب معانا ال 10 جنيه، شاكب راكب 10 جنيه. كويس، كاتي كده كسبت اول ربع جنيه من ال 10 جنيه. يعني قالت ان انا الكيكه او البيتزا او اي حاجه انا بعمل ايه؟ بحط لها شويه ملح في الاول كده مع السكر. ايه بقى الريفليكت عليها لحياتنا؟ تاني ربع جنيه. طب تاني 9.75 جنيه. ماشي، فقدنا الربع جنيه. طب ايه تاني؟ اتفضل. انت كده بتدمره. ده لو لسه عايش معاك اصلا بعد اللي انت عملته يعني. بس قشطة. ماشي، ايه تاني؟ حد هيقول لنا حاجة؟ اتفضل. لا انت؟ ماشي. احنا عندنا مثل كده زي اللي قلنا، البيضة والملح، في ميكس كده، امتى السكر والملح يتحطوا مع بعض؟ في العجينة سهلة هي، او في البيتزا او كده. ليه؟ ايه يعني عايزين نطلع منها بفكرة روحية كده. هي دي فكرة الأمانة. فكرة تانية ان احنا قلنا ان الاتنين يمشوا مع بعض، يعني الملح ان انا بشد شوية، والسكر ان انا بعدل الدنيا، ببتسم. بس هي ليها فكرة روحية هقول لكم عليها بسرعة. هي فكرة الخدمة دي، اخر حاجة هنختم بيها. الخدمة بمعنى ايه؟ العجينة اللي في البيتزا دي هي احنا اللي ربنا بيستخدمنا. الملح شوية التعب والصعوبات اللي احنا بنقابلها، اي خدمه فيها تعب، فيها مثلا ارهاق، مجهود، مشاكل، حروب من عدو الخير. السكر اللي هو نعمه ربنا اللي بتسندنا، وربنا اللي بيدوقنا الحلاوه. تجربوها لو اي حد بيخدم مثلا، في يوم خدم خدمه فظيعه شاقه جدا، لما يروح تلاقي ربنا مديله نعمه ان هو لا كويس، ما
ممكن يكون مثلا بنبذل مجهود ربعه في الشغل ونرجع تعبانين، بس في الخدمة ربنا بيدوقنا حلاوة الخدمة مع التعب. لو في مشكلة، لو في إرهاق، لو في أي حاجة، ربنا بيسندنا بنعمته. فإحنا نعتبر العجينة والسكر اللي هو الحلاوة بتاعة الخدمة اللي ربنا بيدهلنا ونعمته، الملح الصعوبات شوية أو التعب. أنا خلصت، هنرجع بسرعة. إحنا اتكلمنا النهاردة عن إيه؟ اتفضل يا ميشو. بس لا تاني معلش. مسام. لا بنحبهم صدقني. اه احنا لازم نحبهم غصب عننا اصلا. لا يعني طب نكتر يا ميشو عشان خاطر. من حاسس ان هو بيجمع لنا ايات بقى ويفكرنا. احنا اتكلمنا بسرعه عن السكر والملح. السكر قلنا ان هو يعني ازاي تبقى سكر تشجع الناس، الملح ان انت تظبط اي حد وانت تظبط نفسك. لو الملح زاد هيهرب الناس منك، لو عاتبت بتجريح هتبقى عامل زي الملح الزياده، لو كلمت عن نفسك كتير هتبقى عامل زي الملح الزياده. الملح القليل ما بيبقاش ليه تاثير. لو انت ما عندكش مصداقيه مع الناس عمرهم ما هيتاثروا بيك. اتكلمنا عن فكرة البيضة والملح، ان ربنا بيلم لنا الاتعاب بتاعتنا والخطايا بتاعتنا كده، يعني بيعديها ما بيفتكرها زي ما بيقول الكتاب المقدس. الحاجة الاخيرة قلنا الميكس بين الملح والسكر هي الخدمة. احنا العجينة، الملح شوية الاتعاب اللي في الخدمة، والسكر الحلاوة بتاعت الخدمة اللي ربنا يديها لنا والنعم. خلصت تعبتكم وصدعتكم، شكرا. نشكر دكتور شريف جدا على التأمل الجميل ده. دلوقتي معنا ترنيمة وبعدين ناخد نسمع الكلمة من قدس أبونا.